بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 69. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في تفسير آيات الأحكام، أو في برنامج من أحكام القرآن الكريم. تكلمنا في الحلقات السابقة في تفسير قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إلى قوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وانتهى بنا الكلام عند آخر آية من حيث التفسير، والآن نرجع إليها من حيث ما يستفاد منها من أحكام. فيستفاد من هذه الآيات على التوالي مشروعية ذكر الله في جميع الأحوال بصفة عامة، لأن ذكر الله تحيا به القلوب، تستنير به البصائر. قد أمر الله بالإكثار من ذكره، قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكل ما أكثر الإنسان من ذكر الله زاد أجره وحي قلبه واستنارت بصيرته، بعكس المنافقين فإنهم إن ذكروا الله فإنهم لا يذكرونه إلا قليلا، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ففي الإكثار من ذكر الله براءة من النفاق، إضافة إلى ما فيه من الأجور العظيمة والخيرات الكثيرة، هذا في جميع الأحوال ما عدا الأحوال المستثناة في الكون الإنسان على حاجته، أو أنه في داخل الخلاء، فإنه لا يذكر الله في هذه المواطن إجلالا لذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ما عدا الأحوال التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الكلام فيها، مثل كون الإنسان على حاجته أو أنه داخل محل قضاء الحاجة، نهي عن الكلام مطلقا، فكيف بذكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بذكر الله بعد قضاء الصلاة المفروضة، سواء في صلاة السفر أو في صلاة الخوف أو في صلاة الحضر والأمن، فيشرع ذكر الله بعد كل فريضة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة على ذلك. وقوله تعالى: قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يؤكد أن الإنسان يذكر الله على أي حال كان، قائما وقاعدا ومضطجعا، فلا ينسى ذكر الله، حتى أنه في أثناء النوم إذا استيقظ يذكر الله
وإذا قام من النوم يذكر الله، وعند النوم والبداية يذكر الله. فالمسلم لا يمل من ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويؤخذ من هذه الآيات أن صلاة الخوف يغتفر فيها كثير من الحركات، وترك بعض الأركان والواجبات مما لا يجوز تركه في غيرها. وفي ذلك دليل على وجوب الصلاة، وأنها لا تترك بحال من الأحوال، فيصلي المسافر، ويصلي الحاضر، ويصلي المريض، ويصلي الصحيح، ويصلي الخائف، ويصلي الآمن. فلا تترك صلاة الفريضة بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصليها على حسب حاله واستطاعته. كما يؤخذ من هذه الآيات وجوب صلاة الجماعة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا وعنده جماعة يصلون، بل عليه أن يصلي مع الجماعة، ويحضر إلى المسجد ويجيب النداء، ولا يصلي وحده أو في بيته أو في أي مكان مع تمكنه من صلاة الجماعة. فإن صلاة الجماعة في حالة الخوف اغتفر فيها سقوط بعض الأركان والواجبات، ولم يغتفر فيها صلاة الجماعة، فدل على أن صلاة الجماعة فرض عين واجبة على المسلم، لا يفرط فيها إلا بالأعذار الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ويؤخذ من هذه الآيات دليل على أن الصلاة المفروضة تؤدى في وقتها الذي بينته السنة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مشروعا في أو مفروضا في أوقات محددة حددها الله جل وعلا وبينتها السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلامات دخول هذه الأوقات مشاهدة للعيان، يعرفها العامي والمتعلم والحضري والبدوي وكل أحد، فهي علامات واضحة. صلاة الفجر تؤدى بعد طلوع الفجر، صلاة الظهر تؤدى بعد زوال الشمس، صلاة العصر تؤدى عند مساواة الفيء للشاخص، إذا صار طول ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. وصلاة المغرب يدخل وقتها بغروب الشمس، صلاة العشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر، وهذه علامات واضحة. وفي كون الصلاة تقام في حالة الخوف ومقابلة العدو وحمل السلاح ولم تؤخر، دليل على أنه يجب المحافظة على مواقيت الصلاة وأن تؤدى فيها. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.